الناس كان نفسها تكون هذا تقولها ان في امل. فالمشروع ده بيقول ان مصر امل، وده اول مشروع في مصر على فكره اول حاجه ان شاء الله. احنا داخلين الدور في بعض الحاجات، في حاجات يعني في بعض اخرى، لكن مصر خير ومصر خير وهتبقى قد كل ان شاء الله. فالناس فرحانه حقيقه ومصريين حقيقه، وقدرنا ان احنا وكل اللي احنا بنكون مسؤول يعني نخليهم يسعدوا يعني ان شاء الله. ان شاء الله سياده الوقت على التدريب اهلا بحضرتك، ربنا يحفظك ربنا يحفظك. احنا سعداء بيك والله، فرحانين ان الناس مبسوطه، الناس في فرح يعني، الناس اللي جايه تفرح تفرح حقيقي جدا يعني، ربنا معاكم. يا رب يجعل ايام مصر كلها فرح يا رب يا رب يا رب. شكرا جدا. انا اللي شاكر في حضرتك، ربنا يحفظ حضرتك. اهلا بحضرتك. النهارده هنا نقابة عمل فلاحين مجلس الناس الجديده، المشروع القومي عز العالم كله، عز الدنيا كلها، ان الاقتصاد بتاع مصر ان شاء الله في القناه الجديده دي هتزيد عدد العماله، وهتخلي السفن تعدي بأقصى سرعة، وهيبقى في ورش لتمويل السفن والاستيراد بتاع السفن، وهيبقى في كبير إمكانيات تخلي السفينة تخش عندنا ما تطلعش فاضية زي ما بتطلع، لا ده هتطلع يتعمل فيها كهرباء لو عطلانة، جاز لو موجود، الصيانة الكاملة في السفينة. ودي مشروع المصريين كلهم بيحلموا بهذا المشروع اللي هي القناة الجديدة. احنا النهارده جايين هنا عشان نشوف طبعا الفلاحين هم اللي حفروا القناة، فالنهارده جايين نشوف المدرات والحفارات والقوات المسلحة والشركات اللي قايمة بهذا المشروع، ويعني حلم كل مصري في المشروع قناة السويس الجديدة. وربنا يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي والقناة تسلم في ميعادها، عشان المصريين لما بيقولوا كلمة هي بتتعمل. أسعد عبد الحي محمد عبد الحي، أمين النقابة العامة للفلاحين بمحافظة الأليوبية. احنا جايين النهارده ليه بقى؟ جاي النهارده نفتخر بالمشروع العظيم اللي قايم بيه سياده الرئيس السيسي على المجهودات والمراعات، لان كانت بتتهد بالغلق والفاس زمان، ومات لنا اكثر من 120 الف ما نعرفلهمش حتى دي، ولا هم شهداء ولا هم مدفونين ايام الغزو والاحتلال والخديوي سعيد. واما النهارده احنا جايين كفلاحين بنتفرج على الحفر بطريقه تكنولوجيا، وبدل ما بنعدي 20 مركب هنعدي 40، بدل ما نعدي 40 هنعدي 80، وكل ده ازدهار في خطه تنميه مصر، واحنا بنحارب من كذا دوله، لان ربنا يخلينا مصر ويحفظ لنا مصرنا العظيمه. والمشروع ده تنميه اقتصاديه رقم واحد، والسيد الرئيس السيسي بينمو في مصر، واحنا كلنا كنقابه عامه للفلاحين وعمال ومهندسين واطباء وصحفيين، وكلنا لازم نكون يد واحده. انا جيت النهارده اشارك في مشروع قناه السويس، ونقول له الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكر انت بتعمل لعيالنا والجيل اللي طالع، واحنا جميله جدا في دماغك من فوق، واحنا مستعدين لاي حاجه انت عاوزها، واحنا تحت امرك وجايين لا تحوك. بنقول لك متشكرين متشكرين يا ريس، متشكرين متشكرين يا ريس، وتحيا مصر وتحيا مصر. الكلمه بتاعتك العظيمه اللي رفعت اسمنا في كل الدول وفي كل العالم. الحمد لله النهارده وفد النقابه العامه للفلاحين بيشرف انه يبقى على ارض سينا و
ويشوف اللي عمله وداده قبل كده الحفر الجديد للقناه الجديده قناه السويس، ويترحم على اجداده اللي عملوا قناه السويس الاولى، والنهارده قناه السويس الجديده تحت قياده الزعيم مصر القايده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. جايين النهارده نقول له الحمد لله ولازم لا شكرا انه دايما مصر خير، وان الفلاحين دايما يعني بيدونا درس ومعاهم للعطاء وللضحيه. مشروع عملاق زي قناه السويس الجديده بيعمل رابط بين مصر والعالم كله، مؤكد ان ده يستحق اقبال ويستحق كلنا. من هنا بنوجه دعوه لاهل كليتك في الريف والفلاحين، نقول لهم اجدادنا حفروا القناه الاولى باي طريقه من الطرق، عن طريق المقاطف وشيل الرمل على كتفه. والنهارده بدات في معدات لكن محتاجه سيوله، محتاجه فلوس، والدعوه ان احنا كلنا نشارك معاكم. ندي دعوه لكل المواطنين، كل اهالينا في الريف، شاركوا ولو بسهم واحد في من اسهم قناه السويس الجديده المطروحه، وده يعتبر بمثابه نفس كفايه اللي اجدادنا شاركوا فيها. ان شاء الله المشروع ناجح بامر الله، وان شاء الله يزود علاقاتنا في العالم كله.